السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين المشتركين المحتملين الجدد. ونواصل المواضيع ديالنا في المجال القانوني، وغنعرضوا في هذه الحصة موضوع يعني احنا كنتكلموا على شروط وأشكال ديال إبرام الصفقات العمومية أو الصفقات ديال الدولة. العنوان ديال الموضوع ديال العرض ديال اليوم هيكون النتائج النهائية لطلب العروض المفتوح أو المحدود. فكيتلصق واحد إعلان ديال النتائج فحص العروض بمقرات صاحب المشروع في 24 ساعة الموالية، وأشغال اللجنة لمدة 15 يوما كاملة على الأقل. كتضمن هذه النتائج البيانات ديال صاحب المشروع وموضوع الصفقة، تاريخ جلسة فتح الأضرفة، تاريخ انتهاء أشغال اللجنة، واسم المتعهد المقبول، كذلك المبلغ المقترح من طرف المتعهد المقبول، وبالتالي تاريخ إلصاق إعلان نتائج وخاتم صاحب المشروع. وكيتخبر صاحب المشروع وكيخبر صاحب المشروع المتعهد المقبول برسالة مضمونة مع إفادة الاستلام بقبول عرضه، ويجب أن توجه هذه الرسالة في أجل لا يتعدى 15 يوما كاملة ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال اللجنة، ويخبر كذلك في نفس الأجل المتعهدين الذين تم إقصاؤهم بواسطة رسالة مضمونة بإفادة بالاستلام وبرفض عروضهم. وترفق هذه الرسالة بمجموع الملف المودع دون أن تفتح الغلافات التي تحمل إشارة عرض مالي، وعند الاقتضاء تلك التي تحمل إشارة عرض تقني فيما يتعلق بالمتنافسين الذين تم إقصاؤهم على إثر فحص الملفين الإداري والتقني بطبيعة الحال، والذين لم يتمكنوا من استعادة ملفاتهم خلال الجلسة العمومية. أيضا كنتكلموا على مستندات الملفين الإداري والتقني فيما يتعلق بالمتعهدين الذي تم إقصاؤهم على إثر تقييم العروض. وأيضا إن صاحب المشروع غير ملزم باعتماد طلب العروض، ولا يمكن أن يطالب أي متعهد بتعويض إذا لم تقبل عروضه أو إذا لم يتم اعتماد طلب العروض. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض، على أمل لقائكم في حصة قادمة، وبالله التوفيق والنجاح.